في الذكرى 12 لغزو العراق عام 2003 تظاهر مئات الأمريكيين أمام البيت الأبيض للتنديد بأطول الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط ورفضا لأي تدخل عسكري جديد في تلك المنطقة من العالم. المال يغذي الاتجاه نحو الحرب، هناك الكثير من الفساد في الكونغرس، إنهم يسعون نحو تخصيص الأموال لشركات إنتاج وبيع الأسلحة ومن ثم الاستفادة من عملات مالية يستخدمونها في حملاتهم الانتخابية. ففي خضم الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، يخشى هؤلاء المتظاهرون من عودة قوات بلادهم للشرق الأوسط بما قد ينطوي عليه ذلك من التزام عسكري طويل الأمد ستدفع ثمنه الأجيال الأمريكية القادمة كما يقولون. أرفض جميع أنواع التدخل العسكري، أفضل لغة الحوار والتفاهم. الاتجاه نحو الحرب يؤثر على نفسية الشعب الأمريكي ويستنزف الموارد التي نحتاجها في التعليم والخدمات الصحية عوض صرفها في حروب تؤذي الآخرين. ومن سياق المفاوضات النووية مع إيران، غصت لافتات المتظاهرين بشعارات ترفض أي حرب محتملة مع طهران وتدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض، بينما فضل آخرون تذكير الحاضرين بما وصفوها فظاعات ارتكبتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن إبان حرب العراق. 12 سنة على غزو العراق ولما تندمل ندوبها بعد لدى كثير من الأمريكيين، وهناك من يخشى من رؤية بلادهم في حرب جديدة في الشرق الأوسط متى ما تعددت الذرائع كما يقولون. محمد الأحمد، سكاي نيوز عربية، واشنطن.